هي دي الاخلاق اللي احنا محتاجينها، ان يبقى طالعين، وده مستهدف، احنا طالعين من المخيم دوت مش بس حافظين كلام وقرآن ربنا، وده مستهدف جميل على فكرة، لكن احنا كمان عايزين نطلع من الكلام ده واحنا بنتخلق بالامر، عارفين سبب نزول الايات، عارفين الايه دي نزلت مين من الصحابه، عارفين مراد ان الله سبحانه وتعالى منها ايه، ما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه الله سبحانه وتعالى في هذا الامر ايه. ليه؟ عشان تبقى قران. كيف كان رسول الله يا عائشه؟ قالت عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه، قالت كان قرانا يمشي على الارض. احنا عايزين نكون كده بالخلق وبالصفات وبالافعال، مش بس بالكلام، احنا عايزين نقيم الحروف والحدود، عايزين نقيم حروف القرآن إقامة صحيحة ونقرأ قراءة صحيحة، والحدود افعلي هذا، حاضر يا رب، لا أصلي أفكر بقى يعني مش دلوقتي كمان شوي، لا ده الله قال، الله عز وجل قال، طالما قال الله سبحانه وتعالى حاضر يا رب، حاضر يا رب، سمعا وطاعا يا رب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، حاضر يا رب، افعلي كذا، حاضر، يراني الله سبحانه وتعالى في المكان اللي يحب أن يراني فيه واللي يرضى علي أن يراني فيه، الله سبحانه وتعالى يراني فيه، ولا يراني أبدا في موضع ولا موضع ولا حال قلب ولا حال تفكير ولا حال جوارح في مكان لا يرضى الله سبحانه وتعالى أبدا. احنا محتاجين نعيش مع القرآن في اليوم والليلة والساعة، ال24 ساعة في ال24 ساعة، وقلوبنا حية بالقرآن. احنا محتاجين نبقى زي المرأة التي تكلمت بالقرآن. كنت مرة في اعتكاف، وبعدين ايام ما كان في اعتكافات ومساجد يعني، ووجدت اخت يعني هي تحفظ من القرآن 10 أجزاء فقط، فكانت تقول وردها في الحفظ على مدار اليوم والليلة، مثلا راحة نازلة السلالم طلع سلالم، بتركب مواصلة كذا، تخلص 10 الحفظ وتأتي في المسجد في الاعتكاف تختم بقية ال20 جزء، ختمت في 10 الأواخر 3 مرات، وكانت في نهاية المرة الرابعة ولكن يعني ما أتمتش، يعني كانت 3 ويمكن أكتر من الختمة الرابعة. احنا فين من الناس دي؟ احنا فين من حال القرآن؟ احنا فين من بلاغة القرآن؟ احنا فين من بلاغة النحوية في القرآن؟ النحو ذات نفسه في بلاغة للقرآن. ليه جاب ربنا هنا منه وما جابش فيه؟ ليه هنا في من للتبعيد وهنا اللي في ما وما فيش لم وما فيش لن؟ ليه؟ محتاجين نعرف الكلام مع يعني تكفيف المنابع وعلامات الساعة اللي احنا فيها، وان الدنيا يعني انا مش عارفة الدنيا جرى فيها ايه، مفيش اللي تلاقي كده منفذ زي المنفذ اللي انتوا فيه. عشان كده انا عايزاكم يعني تحمدوا ربنا وتسجدوا سجدة شكر ان ربنا يسر لكم مخيم زي دوت، ويسر لكم يعني اجتماع مبارك زي دوت، نجتمع على حفظ كتاب الله وعلى التواصي بكتاب الله. يا اخوات، اخوات الزوم اقفلوا المايك، اقفلوا المايك يا اخوات الزوم، الله يبارك لكم يا رب. تمام، يعني اخر حاجه اوصيكم بيها، اخر حاجه اوصيكم بيها، خلي كلام ربنا مش بس في قلبك، في عينك وفي لسانك وفي جوارحك وفي سمعك وفي بصرك وفي دمك يا جريك. يعني الواحد لما يعيش بكلام ربنا سبحانه وتعالى ويعيش في معية كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها يستحق ان يكون من اهل الله وخاصته. مش بس اللي بيحفظ يا اخوات، مش بس اللي بيحفظ القرآن، لا، كمان اللي بيحفظ قرآن واللي بيعمل بالقرآن واللي عايش للقرآن واللي حياته كلها القرآن، هم دول اهل الله وخاصته.